السلام عليكم. نكمل البارت الثالث من الهارت فيلر. بالبدايه راح ناخذ الديفرنشال دايجنوس اوف ذا بريفرال اوديما، يعني شنو الاسباب اللي تسبب لي الاوديما اللي يصير، شنو هي؟ اول شيء ممكن كاردياك ارت هارت فيلر اللي هو يكون رايت، او ممكن الليفت والرايت هم يسبب لي البريفرال اوديما، يعني اللي يصير بالليج مثلا. اوكي، وهذه اخذنا سبب مالتها ليش. بعد ممكن البرايكارديال كونستراكشن، يعني يصير اكو البرايكارديال طبقة البرايكارديوم يصير بها تثخن، تثخن تمام، تكون سميكة، بالتالي تضغط لهمين على الهارت، واذا ضغطت لي على الهارت راح شلون كأنه بعد يصير فيلينج، يعني مو فيلينج، ثيلينج، يعني فشل بيمن بالدايستوليك. هي اذا ضغطت لي على الهارت، الهارت بعد ما يقدر يتوسع، ما يقدر يستوعب دم، من ما يقدر يستوعب دم الدم راح يبقى وين، خصوصا الرايت سايد، وين راح يبقى؟ راح يبقى بالقدمين، يبقى بالأوعية الدموية، يبقى بالأوردة، بالتالي يسبب لي إديما. بعد الكارديوميوباثي هم ممكن يسبب لي الإديما. بعد الكرونيك فينوس انسافيشنسي مثل الفاريكوز فينوس، زين، هذا هم ممكن يسبب لي هذا نعرفها ليش، انه صار اكو خلل بالفالفات يسبب لي إديما. الهايبو البومينيميا، هذا هنا شنو هو؟ مثل النيفروتيك سيندروم، يعني نقصان بالألبومين اللي يصير بسبب النيفروتيك سيندروم، يعني خلل يصير بالنيفرون اللي موجوده بالكدني، او الليفر ديسيز، تمام. كذلك البروتين لوسينج انتروباثي، والاكثر شيء يصير كان افكت ارمز اند فيس، اكثر شيء يعني تورم يصير وين؟ يصير بالفيس اند ذا ارم. الدراكس، معظم الدراكس مثل الصوديوم ريتينشن، يعني الادويه اللي تصعد الضغط، صوديوم ريتينشن، مثل الفلورودروكورتيزون والناس ستيرويدال انتي انفيرمنتري دراك، هاي تعتبر كالسيوم ريتينشن، والكالسيوم ريتينشن العفو صوديوم ريتينشن، والصوديوم وين ما اجى يجي المي وياه، فانا اذا سحبت الصوديوم راح اسحب مي وياه، بالتالي يسبب لي اديما. بعد انكريزنج كابيلاري بريميبلتي، الادويه اللي زيد لي البريميبلتي مات الكابيلاري، مثل النايف ديبين، وكذلك الاميلوديبين، ذني سوى لي فاز كونستراكشن، لان هي ادويه مع الضغط، زين، يقلل لي العفو، زيد لي البريم ايبولتي، يعني مع الضغط اقصد به، مو ضغط، هذا شو اسمه الهايبرتنشن الاميلوديبين. اوكي، بعد ممكن الاديوباثيك اللي يصير بالومن اكثر من المين، مال اوديان ما اوديان. بعد الكرونيك ليمفاتيك obstruction، يعني هي الليمفاتيك سيستم هي المسؤولة عن الفلويد بالجسم، فإذا صار بيها obstruction فراح تتجمع بهاي المنطقة، بالتالي يسبب لي اوديما. هسه نجي من التريتمنت مالت فين مالت الهارت فيلر. يقول الهارت فيلر should be void continuum، يعني يكون هذا المراقبة والعناية على أبو الهارت فيلر 24 ساعة مستمرة. يقول أول شيء stage A، أول مرحلة لأبو الهارت فيلر للبيشنت، الشخص اللي عنده هاي ريسك فور ذا، يعني التريتمنت راح تمر بستيجين، ستيج اي وستيج بي. ستيج اي الشخص اللي عنده هاي ريسك المن للهارت فيلر، بس هو ما عنده هارت فيلر، ما عنده اعراض، زين، ما عنده شيء، بس شنو هو؟ بس هذا عنده اعراض، عنده فاكتورات ممكن تسبب له هايبرتنشن بالمستقبل، مثل من العفو ممكن يسبب له هارت فيلر بالمستقبل، مثل الهايبرتنشن، مثل الديابيتس ميليتوس، فانا لازم اخليه تحت المراقبة على مود أجنبه يتحول إلى هارت فيلر بعدين. والستيج بي هذا الشخص شبي، يقول have a structural heart disease but do not have a symptom، يعني عنده أضرار بالقلب نفسه، هذا أبو الستيج أي ما عنده أضرار بالقلب نفسه، لا عنده سيبتومات أخرى، العفو فاكتورات أخرى، مثل الهايبرتينشن مو بالقلب نفسيته، لا بالأوعية، الهايبرتينشن ديابيتيس مو بالقلب نفسه، لا بالجسم، زين، فهذا الستيج A. الستيج B لا، اكو خلل صاير بالقلب نفسيته، وممكن يسبب لي هارت فيلر، بس هو ما عنده هارت فيلر، ما عنده اي سبتوم للهارت فيلر، لكن ممكن مستقبلا يسبب لي هارت فيلر، مثل الاسكيميا، مثل الام اي مايوكارديوم فاكشن، او مثل الليفت فنتريكول ديسفانكشن، اذا يكون ممكن يسبب لي هارت فيلر بالمستقبل. فسا عندي ستيجين، ستيج A شخص عنده فاكتورات خارج القلب، شخص ستيج بي عنده فاكتورات ممكن تؤدي الى الهارت فيلر، لكن هذه الفاكتورات موجوده داخل القلب، زين. الستيج سي شو يقول؟ يقول هذا الستيج سي او المرحله الثالثه من عنده، انه هذا البيشنت هاف ا ستراكشرال هارت ديزيز مثل مايوكارديوم فاكشن والى اخره، وهم عنده اعراض، ما
مبين عليه سبتوم، مبين عليه انه عنده هارت فيلر مثل فاتيك مثل شورتنس بريث والى اخره. زين مبين عليه توها. الستيج دي هذا لا هو اصلا عنده هارت فيلر، اوكي. فاني راح اقدم العلاجات بحسب ذن الستيجات، هل هذا ستيج اي، هل هذا ستيج بي، هل هذا ستيج سي، هل هذا دي والى اخره. هسه اول شغله هنا مفهومه وحلوه وكلش ما بيها، كلش ما بيها، كل شيء ما بيها. هسه in this continuum every effort should be made to prevent heart failure not only by treating the preventable causes of the heart failure. أنا من أريد أعالج أبو الهارت فيلر، زين ما أعالج فقط الأسباب مالته، أنا من أريد أعالج أبو الهايبرتنشن على مود ما يسبب لي هارت فيلر، ما أعالج بس الهايبرتنشن، أعالج الأسباب اللي ممكن تسبب لي هارت الهايبرتنشن أو الشخص اللي عنده عنده هارت فيلر. ما أعالج فقط الأسباب اللي سببت لي هارت فيلر، مثلاً هو ليس عنده هارت فيلر لأنه هو هايبرتنشن، فأنا مو معناه هذا عالجت الهايبرتنشن بس، زين معناه أن الهارت فيلر راح يروح، لا لازم أسوي أشياء أخرى. زين يقول but also by treating the patient in the stage B and C with drugs that prevent disease progression. زين مثل ACE inhibitors and beta blockers and by symptomatic management of the patient in stage D. يعني شو يقول؟ يقول هذا الشخص نفس اللي الكلام اللي حكيت لك اياه اني، انه الشخص انا من اريد اعالج مو يابا الا يصير لي هذا، الا يصير لي ستيج دي او ستيج سي ويبين عليه السبتوم مات الهارت فيلر، يلا انا دور ابلش اعالجه، ابلش الاسباب اعالج الاسباب اللي سويت لي اياها مثل الهايبرتنشن والمايوكارديوم فاركشن. لا انا يكون اعالج ابو الاي واعالج ابو البي في سبيل ما يصير سي ودي، هيك يعني قصده، وانطيع علاجات مثل الاي سي اي انهبيترز والبيتا بلوكرز والى اخره. هسه فور بيشنت هو هارد ديفلوبد ليفت فنتريكل سايستوليك ديس فانكشن بات ريمين اسيمباثاتيك. بالنسبه للاشخاص هسه احنا عندنا كلاسات، هسه راح ناخذ الكلاسات، ما اعرف وين موجودات الكلاسات، الكلاسات ها اخذناها نحن سابقا بالبارت الاول نسيتهن. بالنسبه للبيشنت اللي عندهم ليفت فنتريكولار دايستوليك ديس فانكشن، سايستوليك ديس فانكشن يعني ابو الليفت فنتريكل ما يقدر يسوي سايستوليك، عنده خلل بي، يقول but remain asymptomatic يعني ما عنده أعراض، هو صح عنده هذا الخلل اللي في ventricular systolic dysfunction بس شنو ما عنده أعراض بس ما مبين عليه. هذا شنو نعتبره class 1 هذا اللي أخذناه، يعني هو جاي يسوي physical activity وكذا بس ما مبين عليه الأعراض. هذا the goal should be to slow disease progression by blocking a new hormonal system that lead to the cardiac remodeling. هذا لازم انا اعالجه ما دام هو كلاس 1 وما متطور عده، اعالجه على مود ما يتحول الى كلاس 2 ولا يتحول الى كلاس 3 ولا الى 4 اللي هي الأسوأ. تمام، ايش انطي مثلا؟ امنع الهرمونات هذه مالت الرينين والاي في بي، زين والالدوستيرون النور ايبايفرين هاي اللي اخذناها بالبارت الثاني همنا، هذه امنعها واتخلص من عندها او يعني اسيطر عليها. يقول بالنسبه للبيشنت هو هاف ديفلوب سيبتوم اللي هم كلاس 2 كلاس 3 وكلاس 4 اللي عندهم سبتوم المن للهارت فيلر، ذولا ذا برايمري جول يعني الهدف الاولي انه لازم اقول اليفيت فلويد ريتينشن، اليفيت فلويد يعني لازم اخفف او اقلل الفلويد ريتينشن، الفلويد اللي انا سحبه لازم شلون اسوي ديورتيك هيك يعني. يقول لسن disability and reduce the risk for the disease progression and death، على مود امنعاني انه يتطور عندهم ومثلا يسبب لي بولمونري اوديما، يسبب لي بيتينج اوديما او ليج اوديما، ويسبب لي اعراض اخرى، ويسبب لي خلل بالجهاز الليمفاوي وبالاوعيه الدمويه. يعني لازم اني ابدي اشتغل عليهم واعطيهم علاجات. زين هسه نجي للفاكتور البي بي تي هارت فيلر. شنو هاي الفاكتور بي بي تي هارت فيلر اللي هي precipitating heart failure، يعني شلون الأشياء اللي تحفز لي أو تؤدي لي للهارت فيلر، مثل مايوكارديا اسكيميا أو المايوكارديوم فاركشن. لأن المايوكارديوم فاركشن إذا صارت معناها الخلية أو هذه المنطقة اللي صار بها مايوكارديوم فاركشن راح تموت، إذا ماتت راح شنو هو؟ راح يصير عندي مكان هاي الخلايا القلبية راح يصير مكانها فايبروسيس، وصير هنا مايوكارديوم فاركشن بالمنطقة ذيك مايوكارديوم، صار أكثر من مايوكارديوم فاركشن ممكن راح أضعف للقلب، القلب بدي شوي يتحول من خلايا قلبية إلى خلايا فايبرية فايبروسيس. تمام، وقلنا الفايبروسيس بس بالشكل
هاي الملاحظة عشان أعمل بارت الثاني. الفايبروس بس بالشكل، يعني الوظيفة ما يؤدي مثل وظيفة الخلايا القلبية، بس شكل يسوي لي شكل تجميل للقلب وكافي، كأنه ماكو إصابة أو شيء. زين، بعد الانتر كورنت إلنس مثل إنفكشن، هذا الإنفكشن يزيد الحرارة. زين، والحرارة إذا زادت راح يصير عندي تاكيكارديا، وإذا صار عندي تاكيكارديا الهارت فيلر راح القلب راح يتعب، وإذا تعب راح يصير عنده ممكن هارت فيلر. بعد الأرثمية مثل آتريال فيبريليشن، دائما ما أشوف آتريال فيبريليشن يقول هذا ممكن يصير عنده هارت فيلر، إذا كان خصوصا إذا كان مستمر. بعد ال inappropriate reduction of the therapy، يعني إذا ما استعمل العلاجات reduction of the therapy هم من ممكن يسبب هارت فيلر. administration of the drug with the negative entropic، يعني دول اللي أعطيهم negative entropic مثل بيتا بلوكرز. negative entropic يعني شنو؟ الانتروبيك معناه هو الكونتراكتيليتي مات القلب. نيجاتيف انتروبيك يعني اقلل الكونتراكتيليتي مات القلب. فاللي انطيهم علاجات من دول اللي يستخدمون نيجاتيف انتروبيك انتروبيك يعني مال الهارت، فبهاي الحاله معناها جاي اقلل الكونتراكتيليتي مات القلب. فاذا هذا اقللها يعني راح يضعف القلب، يضعف بالاخير يوصل بهارت فيلر. بعد اور فلويد ريتينينج properties اللي هي non-steroidary anti-inflammatory drug، non-steroidal anti-inflammatory drugs. وبعد الكورتيكوستيرويد، هذه اللي تعتبر كهي ترجع للصوديوم، وإذا رجعت الصوديوم فراح يرجع وياها المي، وبالتالي سبب لي تجمع بالسوائل، ممكن هم يصير عندي heart failure. بعد pulmonary embolism، هذه هم ذكرناها سابقا، condition associated with the increased metabolic demand، إذا ازداد الميتابوليك demand مثل pregnancy، مثل الثايرو توكسيكوكسيز، او يعني الثايروديسم، حاله صار بالثايروديسم هذه مثل الهايبر ثايروديسم، والانيميا، ذدي كل يؤدن الى التاكيكارديا، والتاكيكارديا يؤدن الى التاكيكارديا ويؤدن الى زياده البلد ديماند. اوكي، مثلا البرجنسي قلت لكم بها سابقا يعني، انه مو كان ما كنت اغذي واحد، هسه راح اغذي شخصين. الهايبر ثايروديسم راح يزيد الميتابوليك ريت ويزداد البلد ديماند. الانيميا، انا اصلا عندي نقص بالدم، فالبلد ديماند يزداد، فصار عندي تاكيكارديا يتعب القلب، صار عندي هارت فيلر. بعد اللي انطيهم اي في فلويد، اما ممكن يصير عندي بهم هارت فيلر. هسه نجي من هذا المخطط مال العلاجات، يقول انه دايجنوست اوف ذا هارت فيلر، اول شيء بحسب الفلويد ريتينشن، بحسب الدم اللي راجع لي، العفو الفلويد اللي راجع لي، الفلويد ريتينشن. اذا كان اكو فلويد ريتينشن، فانا شنطي انطي ديوريتيك مدررات على مود تخلص من الصوديوم وتخلص من الماء، وعلى مود اقلل الفلويد. واذا هذا ما عنده فلويد ريتينشن، ماكو داعي انطي ديوريتيك، شنطي انطي اي سي اي انهبيتور، على مود ما اسوي انجيوتنسين والانجيوتنسين يتحول الى كذا واسوي فاسكولار كونستراكشن. هذا اول شغله. بعد انطي بيتا بلوكر، بيتا بلوكر على مود شنو؟ على مود تثبط لي السمباثيك سيستم. بعد شنطي انطي الدوستيرون، الدوستيرون انتاغونست، يعني الدوستيرون ايش قلنا؟ قلنا هو همنا يؤدي من ضمن النيورو هرمون اللي هذا قلنا لازم نمنعها احنا. بعد الهايدرولازين اللي هو عباره عن دواء مال ضغط، هذا اللي كاتبين العلاجات مالتين هنا، خاف احد يريد يقراهن. هسه مثلا الهايدرولازين هذا شو يعتبر؟ يعتبر انتي هايبرتنسيف، مضاد لضغط الدم، شو يسوي لي؟ فاسو دايليشن. اوكي، فهو هناك احنا ابو الهايبرتنشن شبيه، أبو الهايبرتنشن راح يسبب لي هارت فيلر، فأنا لازم أمنع أعطي هايدرولازين. بعد الديكوكسين اللي شو يعتبر؟ يعتبر أنتي أرثمايكس، يعني ينظم لي ضربات القلب. أوكي، لأنه إذا ما تنظم ضربات القلب ممكن يسبب لي هارت فيلر، أو يسبب عندي أتريال فلتر أو أتريال فيبريليشن، اللي هن من ضمنهن مسببات المن للهارت فيلر. بعد عندي من هو بعد العلاج اللي هو الأيزوسوربايد، أيزوسوربايد تمام. هذا الايزوسوربايد شبيه، هذا يعتبر من ضمن الانتي انجينالايز، او هو بشكل عام يعتبر فاسودايليتر، هم يسوي لي فاسودايليشن. اوكي، بعد هنا شغله اقول لك انه مرات نعطي، خنعطيكم اياها هسه، هنا راح ناخذها بالسلايد الاخير مال تاثير الملزمه، لكن هسه خنعطيكم اياها هنا. عندي ما يعرف بالاي سي دي اللي هو الامبلانتبل كارديوفيتر ديفيبريليتر. اي سي دي هو عباره عن جهاز صغير نخليه وين؟ نخليه بالقلب او هيك قريب على القلب، على مود يسوي وخلي الفيبريليشن اللي يصير ديفيبريليتر. اوكي، وهذا المن انطي لابو الهارت فيلر اللي عنده من نوع او من كلاس 2 وكلاس 3. بينما عندي نوع ثاني اللي هو نسميه بالسي ار تي، السي ار تي
اللي هو الكاردياك وين هو اسمه هذا هنا كاردياك ريسينكرونايزيشن ثيرابي هذا اسمه هنا زين سي ار تي هذا بي نوعان بي سي ار تي بي وسي ار تي دي سي ار تي بي هو يعتبر بيس ميكر يعني شنو يعني اذا شخص عنده بالبيس ميكر خلل فانطي هذا سي ار تي بي زين هذا يبقى يشتغل كل الوقت السي ار تي دي الديفيبريليتر هذا كل ما يصير ايكو فيبريليشن يوخره كل ما يصير ايكو فيبريليشن يوخره يعني السي ار تي هو نفس الاي سي دي بالشغل لكن السي ار تي انطي للشخص اللي يكون سيفير حال سيفير مثلا الدرجه الثالثه او الدرجه الرابعه بينما الاي سي دي انطي للدرجه الثانيه او الدرجه الثالثه تمام هذا الفرق بيناتهم هسه راح ناخذ من السلايد الاخير هسه هنا البرنسيبل اوف ذا تريتمنت سايستوليك هارت فيلر لازم اول شيء اقلل عنه البريلود واقلل عنه الافتر لود يعني الضغط اللي داخل القلب والضغط اللي خارج من القلب يعني الدم كميه الدم او الانتروبي اللي هو الكونتراكتيليتي اوف ذا هارت ازيدها لازم اوكي بعد النيورو هرمونر هذا اللي اخذناه من الساعه النوربايفرين والالدوستيرون لازم اقللهن بعد شنو انطي اي سي انهبيتور وبيتا بلوكرز والدوستيرون انتاغونست زين هنا ذن اهم الادويه اللي لازم انطيها نجي للمانجمنت اللي هو يعني شلون نداري المريض اللي عنده هارت فيلر اول شيء لازم اشرح له الحاله اشرح له الحاله عن طبيعه المرض مالته خصوصا اذا كان بالكلاس 1 كلاس 2 زين اقول له لا تاخذ لازم تساعد نفسك هيك لا تاكل وجبات هواي لا تسوي انشطه هواي تعبك الى اخره الدايت مالته الدايت انه لازم اقول له جود جنرال نوتريشن اند ويت ريدكشن لازم تقلل وزنك اوكي اذا كنت اوبيس مثلا وتقلل السولت والدهون اللي موجوده وياك ويا الاكل مالتك على ما تتجنب الهارت فيلر بعد الكحول اقول لك انت لازم تقلع عن الكحول او يعني تلتزم بجدول معين لان الكحول تضر هي اصلا من مسببات الهارت فيلر بعد السموكينج لازم هم نفس الشغل الاكسرسايز لازم تكون ريجولر واذا كنت من الدرجه الثالثه او الرابعه ما خليك تسوي اكسرسايز مرات الفاسكنيشن اللي هي اللقاحات لازم تاخذ لقاح للانفلونزا العفو وكذلك البنيومو كوكال فاسكنيشن اللي هو هذا مات القلب العصبيه هسه نجي من الدراج ثيرابي الدراج ثيرابي اللي هي علاج يعني هذا مات الدراج اول واحد اللي هو راح ناخذه الفيوروسومايد الفيوروسومايد هو يعتبر ديورتيك هرمون ديورتيك دراجز العفو يعني مدرر يعني شنو يعني يخرج لي الصوديوم يخرج لي الفلويد وياها والووتر وياها الى خارج الجسم زين يعتبر ديوريتيك هرمون ديوريتيك هرمون قلنا يفيدنا احنا ليش انه راح يقلل الهايبرتنشن زين اول وحده وكذلك يقلل الاوديما ما يخلي اكو اوديما او بالمناري اوديما تصير عندي هيك بعد الفاسودايليتر ثيرابي الاوعيه الادويه الموسعه للاوعيه الدمويه مثل ما مثل الانجيوتنسين كونفرتيك انزيم انهبيتور اللي هي الاي سي اي انهبيتور ليش ان هذا تثبط الانجيوتنسين ما راح يشتغل الانجيوتنسين بالتالي راح يصير عندي فاسودايليشن ليش ان الراديكلين يشتغل هذه خلناها بالبارت الاول اوكي وكذلك الانجيوتنسين ريسبتور بلوكرز ثيرابي ذني هنا قدامكم العلاجات مالت الاي سي انهبيتور وكذلك الانجيوتنسين ريسبتور بلوكرز بس ذني الادويه انت شلون تحفظهن انا شويه ما ادري شفت طريقه ما تعجبك الاولى عندي هنا شوف اول شيء الاي سي انهبيتورز كلهم ينتهن بريلا 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 كلهم ينتهن بريلا هي شوف الادويه ان شاء الله ناخذها بعدين كل مجموعه من الادويه تنتهي بمقطع واحد هسه مثلا الاي سي انهبيتور تنتهي ببريل الانجيوتنسين ريسبتور بلوكر تنتهي بارت ارتان 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 نهايتها ارتان اي ار تي اي ان ارتان 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 تبقى الشغله وين الحفظ اللي هنا الاي سي انهبيتورز ممكن اكو طريقه حلواني ما ادري ربطتها علي يلا حفظتين هو هيك يلا تحفظ الادويه لان هو الادويه بس حفظ اول واحد اللي هو انالا انالا بريل انالا شو تذكر لي انالا انالا يعني واحد ينيل الشيء يعني ينطي انالا ناولني هذا الشيء تمام هسه بقول لك ناولني هذا الشيء زين لسن تذكر واحد يسمع لسن اصغي اوكي اصغي لي لسن والثاني رامي يعني واحد يرمي شلون رتبته خل واحد اقول لك ناولني القوس واصغي الي listen to me تمام راح ارمي هو انت لازم واحد يشوف بس اربطها ساعه اربط لك هاي انت اربط البقيه ناولني انالا ناولني زين listen اصغي الي باوع لي انتبه علي لان ليش لان راح ارمي راح اعلمك الرمايه رامي
رامي بريل، ليسين بريل، إنالا بريل. جيد. أما هذه تنتهي بآرتان اللي هي أول واحدة لوس، زين، والثانية كانديس والثانية فالس، ما أعرف أنا بس كانديس حفظتها لأنه أكو هاي اسم ممثل اسمه كانديس وكافي. زين، طبعا ذن هن الدوزات، أول شيء الدوز لازم نبدي بنسبة قليلة أو كمية قليلة على مود شنو، على مود ما يضرر الجسم، لازم شوي شوي كراجولي، لازم بالتدرج، وبعدين لحد ما أوصل للتارجت دوز، يعني للدوز اللي أنا أريدها. يعني أنت من يجي واحد عطشان مو تنطيه مي تخلي تغط راسه بالسطلة، لازم شوي شوي تنطيه، مو هيك شيء على ما ياخذ نفس. بعدها سنجي من البيتا بلوكرز ثيرابي. البيتا بلوكرز تعتبر شو اسمه مضاد المن، هواي بها شغلات هي، بس هي مضاد المن للسيمباثيتك ستيميليشن. زين، فتوخر يعني تحافظ على الارثميه، توخر الارثميه، وكذلك تحافظ لانه ماكو سادن ديث، يعني تمنع السادن ديث تقريبا. هذا من هي البيتا بلوكرز. كاكزامبل عليها اللي هي البيزوبرولول، هذه اخذناها طبعا بالسيشن السادس. هذه اول جرعه لازم تبدي منه 1.25 ملي جرام، زين، وتبدي تزداد جراجوالي مده 12 اسبوع، يلا اوصل 10 ملي جرام. ليش؟ هذا البيزوبرولول، البيزوبرولول هذه هي مثبطه للسمباثيتك، فانا اذا اول ما يجي وطيته 10 هذا السمباثيتك مالته راح يتدمر، تمام، يعني حتى جوز القلب مالته يوقف. اوكي، لازم شويه جراجوالي، شويه شويه. هسه الدور من نجي للإيفوبرادين. الإيفوبرادين هذا هم أنا بس، وهذا وين يشتغل؟ شوف ركزي، هذا الإيفوبرادين يشتغل على الأس أي نود، يشتغل على من؟ على الأس أي نود. فشبي يعمل على reduction of the heart rate، يقلل الهارت ريت، خاف هذا عنده تكيكارديا مثلا أو شيء، فمن هو اللي الإيفوبرادين قبل يضرب للأس أي نود، يقول هي أبا اكفي انت شوية قللي، هدي من روعيك. زين، هذا الإيفوبرادين نطي اكثر شيء للناس اللي عندهم تاكيكارديا مثل ما قلنا، واللي ما يقدرون ياخذون بيتا بلوكرز، او ياخذون بيتا بلوكرز والبيتا بلوكرز ما جات يشتغل عليهم، فنعطيهم ايفبريدين. زين، داغوكسين هذا ماخذينه اكثر من 16000 مره بالام ار وهنا وين ما كان. هذا شو يسوي لي؟ هذا شو يعتبر؟ هم نطيه لابو الهارت فيلر، البيشنت ابو الهارت فيلر. زين، وخصوصا للي عندهم وش اسمه اللي عندهم او اللي تصنيف مالتهم حسب النيها كلاس، كلاس 3 وكلاس اي 5 اي 5 شنو هو كلاس 4. زين، هذا يمنع لي الاتريال فيبريليشن، وقلنا انه الاتريال فيبريليشن هو احد اسباب الهارت فيلر او الاشياء اللي تصير سبب الهارت فيلر، تمام، فهو يستعمل الاتريال فيبريليشن ويستعمل الهارت فيلر داغوكسين. زين، بعد شنو هو؟ خلينا نشوف الاميدرون. هذا الاميدرون، هذه اميدرون خلناها بالفصل بالسيشن السادس. الاميدرين هذا this is abortant anti arrhythmic drugs، هذا يعني ينظم لي ضربات القلب، ما يعني يكون anti arrhythmia، يمنع الارثمية، تمام. little negative entropic effect، ويكون little يعني يقلل الكونتراكتيليتي مالت القلب بشكل قليل، زين، مو هواي، وmaybe valuable in patient with poor left ventricular function، ويكون ملائم مرات المن للشخص اللي عنده dysfunction او poor function وين بالليفت فنتريكولار. انطيه اميدرون، اميدرون ترى انا اسميه اميدرون يعني على مدى حفظه، فمو تتعجبون اللفظ. هسه نجي لمن هذا اللي قلت لكم عليه، الاي سي دي، الاي سي دي اللي هو الامبلانتيبل كاردياك ديفيبريليشن او ديفيبريليتر. زين، هذا كذلك شو يعتبر؟ يعتبر ريسنكروستيشن، يعني وين هو الصوره؟ هذا ما التصوره هنا، فهذا اللي نسميه resynchronization therapy او الـ ICD او الـ CRT، هذا اللي مساء اخذناهن. زين، هن ذني شنو؟ عبارة عن آلات، هاي الآلات ازرعها هنا تحت الجلد، اربطها ويا القلب على مود شنو؟ على مود تنظم لي الهارت ريثم. شلون شرحت لكم اياها من ساعة، نفسها هي هنا، هاي موجودة. والكورونري revascularization معناها هذا الباي باس، تقنية الباي باس سيرجوري، مثلا هذا الكوروناري ارتي مالته متضرر، فانا اوخره واجيب له شريان او اجيب له وعاء دموي او فيزل من منطقة ثانية، واكثر شيء هو السافينوس فين، قلنا لكم نفس الهيستولوجي، فاجيب له هذا، خلناها بالاسكيميك هارت ديسيز او الكارديو او الكوروناري هارت ديسيز. ناخذ له شريان منين؟ قطعة من القدم، وانا اخلي لها
بالقلب، هذا نسميه بتقنية الباي باس، على مود أجنب المايوكارديو فراكشن مثلا، أو يعني أغذي عضلة القلب بالدم الكافي على مود أمنع المايوكارديو فراكشن المستقبلية، وبالتالي صار عندي هارت فيلر. بعد أو الهارت ترانسبليشن اللي هو استبدال القلب، يعني يعني شلون هذا القلب ما تتعبان لازم اشتري له قلب جديد واخلي له يعني هيك. بعد الفنتريكولار اسيس ديفايس، الفنتريكولار اسيس ديفايس هو عباره عن جهاز، هذا شوفوا هذا الجهاز، هذا الجهاز هو حتى يشيل البيشنت يشيله هنا وياه، شوفه حاطه وين بحزامه، هذا يساعد لي يعني ياخذ لي الدم منه، ياخذ الدم من الليفت فنتريكولار ويوديه للايورتا، يعني جاي يضخ مكان الايورتا، العفو جاي يضخ مكان الهارت، الهارت ما يقدر يسوي كونتراكشن ويضخ للدم للجسم، فهو مكانه هذا الفنتريكولار اسيس ديفايس اللي هو الفي اي دي، هذا ايش قلت لكم شو يسوي؟ هو يعني يشتغل شغل الليفت فنتريكولار او يشتغل شغل الفنتريكول، يشتغل شو يسوي لي كونتراكشن على مود يضخ للدم من القلب، وين يودي لي اياه؟ يودي لي اياه الى الايورتا، ومثل ما تلاحظون هذا قدامكم هنا، ولهنا وصلنا الى نهايه البارت الثالث.